لبيك قال أبو عثمان النهدي: اللهم كان السلف لبيك، يعظمون لبيك 13: لا شريك العشر الأواخر من رمضان، لبيك، والعشر الأوائل من الحمد ذي الحجة، والعشر والنعمة الأوائل لك من محرم. والملك لا أيها الأحبة، هذه شريك الأيام لك. أيام مباركات، لبيك قال الله عنها: اللهم فلا لبيك، تظلموا فيهن لبيك أنفسكم. لا فنصيحتي شريك لك لك، ونصيحتي لك: لبيك إن إن لم الحمد نكن في ركب والنعمة الصالحين لك وفي ركب والملك المقربين، لا فاحذر واحذري شريك أن لك. نكون في ركب لبيك الظالمين وفي ركب اللهم المبعدين لبيك، وفي ركب لبيك لا المسرفين على أنفسهم شريك لك، بالذنوب والمعاصي. لبيك فهذه إن أيام، الحمد كما أن الطاعة والنعمة تعظم فيها، لك كذلك والملك تعظم لا فيها المعصية. لذا شريك قال لك. حبيبنا ونبينا صلى لبيك الله عليه وآله وسلم: اللهم ما من أيام لبيك، العمل لبيك الصالح فيها لا أحب إلى الله شريك عز وجل لبيك، من هذه الأيام، إن أي الحمد أيام العشر الأوائل والنعمة من ذي الحجة. لك فقال والملك الصحابة: لا ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: شريك لك. ولا الجهاد في سبيل الله لبيك إلا رجل اللهم خرج بنفسه وماله لبيك، فلم لبيك يرجع لا من ذلك بشيء. شريك لك. فهيا حبيبي في الله، لبيك إن اغتنم هذه الحمد الأيام بما يسر والنعمة الله لك، لك واضرب مع أهل والملك كل طاعة لا بسهم ولو بالإمكان، مع شريك أهل لك. الصلاة وأهل القيام لبيك وأهل الصدقة اللهم وأهل الإنفاق لبيك، وأهل القرآن. لبيك لا فهيا شريك اغتنم هذه لك. الأيام، واعلم لبيك أن إن الأجر فيها الحمد مضاعف، واعلم والنعمة أن الثواب فيها لك عظيم، والملك والله لا يضاعف لمن يشاء، شريك والله لك. ذو الفضل العظيم.